بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، باب في من خبب امرأة على زوجها. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا زيد بن الحباب، أخبرنا عمار بن زريق، أخبرنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بعد أن انتهينا أيها الإخوة من كتاب النكاح والمسائل والأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيه، جاء المصنف رحمه الله فذكر كتاب الطلاق. والطلاق كما هو معروف هو إحدى فرق النكاح، يعني يحصل به التفريق بين الزوجين، ولما تم أمر النكاح كان لابد من الحديث عن أمر الطلاق، كيف ينحل هذا العقد، عقد النكاح. وذكرنا ما فيه وأشرنا إلى أهمية عقد النكاح وعظم شأنه في هذا الدين. والطلاق يعني الفراق، الفراق. ولما كان الأصل في الزواج الاستدامة، وكون كل من الزوجين سكنا للآخر يعطف عليه ويشفق على أمره ويأنس إليه ويجد الراحة والهناءة معه، فإن هذا هو الأصل. ليس الأصل هو الطلاق، ولا تزول هذه المحبة ولا تزول هذه المودة ولا يزول هذا السكن إلا بسبب. الأصل أنه ثابت باق، ومن أهم هذه الأسباب التخبيب. معنى التخبيب الإفساد، إفساد المرأة على زوجها. كيف يفسدها؟ بذكر معائب الزوج، بذكر ما تكرهه فيه، بتنبيهها إلى أمور قد تجعلها تكرهه وتطلب الفراق منه. وهذا يحصل في أحوال عديدة، من أهمها كون الرجل يسعى لمخادنة المرأة، هذا الذي يخببها، وحتى يستميلها يبدأ بذكر معايب هذا الزوج أو بذكر النقائص المنتسبة إليه أو بإثارتها إلى بعض الأمور التي فيه، في خلقته، في ماله، في حياته، حتى تبدأ المرأة تكره زوجها ويبدأ هو يستميلها إليه، حتى إذا ما طلقها زوجها تزوج بها. هذا أمر وارد ويحصل كثيراً، يسمى التخبيب، التخبيب. وليس منا من خبب عبدا على سيده، العبد مملوك لسيده، يعمل معه
وأمورهم مستقيرة مستقرة مستقيمة، فيأتي إليه يحرشه يثيره حتى يهرب هذا العبد، أو حتى يترك العمل حتى يمل منه سيده فيتخلص منه. هذا التخبيب الأصل فيه والظاهر والأقوى أنه متعلق بالنساء، بالمرأة وبالعبد، لأن هذين الصنفين هما أضعف من غيرهما. المرأة سريعة التأثر، والعبد بحكم كونه مرتهناً في خدمة سيده ومأموراً تحت يده سيتأثر أيضاً بما يقال له عن سيده ويتمنى الخلاص منه. لكن هذا لا يعني عدم دخول الرجل في هذا النهي، في هذا التحذير، في هذه العقوبة الشديدة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن خبب رجلاً على امرأته، رجل متزوج وأموره مستقرة مع امرأته، فيأتيه ويقول له: كيف ترضى بهذه المرأة؟ هذه المرأة فيها كذا، هذه المرأة قصيرة، هذه من أسرة فقيرة، هذه كذا، هذه لا تعرف، هذه لا تحسن الاستقبال، حتى يبدأ الرجل يتغيض على امرأته فيتخلص منها فيطلقها. إذن هذا الأمر من أعظم أسباب الطلاق التي تحصل، لأنه عدوان على هذه العصمة التي كرمها الله سبحانه وتعالى ووثقها وجعلها هي أساس التوالد والتناسل لعمارة الأرض وإقامة الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر عقوبة حدية فقال عليه كذا أو يجلد أو يسجن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمراً من أعظم الأمور التي تجعل أصحاب العقول وأولي النهى ومن يحرصون على عاقبتهم ويخشون من وقوفهم أمام ربهم، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة: ليس منا، يعني ليس على منهجنا ولا منهج أهل الإسلام، عمله هذا مخالف لكل هدي الشريعة، ليس منا، ليس من أهل ديننا الملتزمين بشرائعه، وليس من أصحاب هدينا المستقيمين عليه، عمله هذا من عمل الشياطين ومن عمل أعداء الدين. لأن الأصل الأخوة الإيمانية التي تجعل كل أخ يحرص على مصلحة أخيه وألا يسعى إلى الإفساد أو ما يضر أخاه. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا، وحسبك بهذه العبارة شؤما والعياذ بالله لمن تحققت فيه، وهي كافية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يبتعد عن مثل هذا الأمر. بعض الناس ليس قصده الإفساد، لا يريد أن يستميل المرأة ولا يريد أن يفسد العبد على سيده، ولكنه مبتلى، كثير من الناس مبتلى بتتبع أخبار الناس، ومبتلى بتتبع نقائصهم، ومبتلى بالحديث، ليس له هم منذ أن يصبح: ماذا فعل فلان؟ فلان قال كذا، فلان ذهب إلى كذا، فلان حصل له كذا، فلان يعني هو شركة أو وكالة أنباء كما يقولون متنقلة، بحكم عادته السيئة هذه قد يفسد من حيث لا يدري، لا يدري. فلذلك كان في قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا مقنع لكل من له عقل في أن يرتدع عن مثل هذا الأمر، سواء قصد به الإفساد أم لم يقصد. بعض الناس لا يقصد الإفساد لكن طبعه هكذا، يتكلم عند هذا ويتكلم عند هذا، وينقل الحديث من عند هذا إلى عند هذا، ويتدخل فيما لا يعنيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لكن هؤلاء ابتلوا بهذه الخلة الفاسدة
السيئة، فربما أفسدوا الرجال على النساء، وربما أفسدوا النساء على الرجال، وربما أفسدوا الخدم على أسيادهم من حيث لا يشعرون. لأنك لو سألت أحدهم أتريد أن يطلق فلان زوجته، يقول لك لا، أعوذ بالله، هذه أم أولاده وهذه عشيرته كذا، إذن لماذا لا تفعل هذه الأفعال السيئة؟ فهذا وعيد من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وإن جاء في صيغة الخبر، الخبر ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، لكنه في معنى الأمر النهي، في معنى النهي، يعني لا يجب ألا يقترب أحد من هذا الأمر، لأن العقوبة فيه عقوبة شديدة والعياذ بالله. باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرق صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. ولتنكح، ولتنكح. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، 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 فإنما لها ما قدر لها. نعم، هذا في الباب أيضا يأتي في مسألة الطلاق، أسباب الطلاق. قد يقدم الإنسان على خطبة امرأة وفي عصمته امرأة أخرى طالت عشرتهما وربما بينهما أولاد ونحو ذلك، فتشترط عليه هذه المخطوبة الجديدة هذه أن يطلق زوجته الأولى حتى تقبل به، أو قد تكون معه، قد يكون الرجل متزوجا بزوجتين، فتقوم إحدى الزوجتين تطلب منه وتكثر عليه أن يطلق الزوجة الأخرى. هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، من الأمور المنهية عنها، ولا يجوز لمن أقدم عليه أن يفعله، فإن الوعيد فيه عظيم، نهي، والنهي يقتضي التحريم. النبي عليه الصلاة والسلام شبه فعل هذه المرأة التي تنتظر أن ينكحها هذا الرجل، أو المرأة التي في عصمته وتريد أن تكون لوحدها معه وأن يطلق الزوجة الأخرى، قال: لتستفرغ ما في صحفتها. صحفة الإناء، وعادة ما يكون هذا الإناء غير مجوف، صحفة، صحفة هذه غير مجوفة، يعني سهلة، يسهل انحدار ما فيها بأدنى إمالة، بأدنى إمالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه فعل المرأة التي تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها، أو المرأة التي يريد الرجل أن يتزوج بها فتشترط عليه أن يطلق المرأة الأخرى حتى تنكح، هي تسعى لهذا. لماذا؟ شرط للنكاح حتى يتمكن من الزواج بها. شبه النبي عليه الصلاة والسلام من تستفرغ ما في صحفة الأخرى في صحفتها هي، يعني كأن كل واحدة من المرأتين معها صحفة، هذا الإناء المسطح، واحدة معها طعام في صحفتها، وهذه تريد أن تميل هذه الصحفة لتقع في صحفتها هي. هذا تشبيه تمثيلي كما يقولون، وهو تشبيه جميل، النبي عليه الصلاة والسلام شبه به حتى يكون هذا أقرب إلى فهم الناس وإلى القبول بهذا الأمر، القبول بالتوجيه الذي وجه به النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بيّن
أن هذا الفعل الحرام لا يغير من أقدار الله سبحانه وتعالى شيئا. إذا قدر لهذه المرأة أن تتزوج هذه التي تفعل هذا الفعل فستتزوج بدون أن ترتكب هذا الحرام، وإذا لم يقدر لها أن تتزوج فحتى مع ارتكابها هذا الأمر الحرام فإنها لن تتزوج، لأن الزواج من الرزق، والرزق قدر كوني من الله سبحانه وتعالى محدد لا يزيد فيه سعي ولا ينقص منه قعود، لكن السعي لتحصيله مطلوب، لكنه مقدر من الله سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، والإنسان وهو في بطن أمه أول ما تنفخ فيه الروح وهو في رحم أمه يأتي إليه الملك ويؤمر الملك بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد، ما فيها زيادة ولا فيها نقص، ولن يتأخر عن الإنسان ذرة واحدة من رزقه الذي قدره الله سبحانه وتعالى له، لا يحول بينه وبينه أحد لو اجتمع الخلق، لو اجتمع الخلق كلهم على أن يحولوا بينه وبين ما كتبه الله له من الرزق فإنهم لا يستطيعون ذلك، لا يستطيعون ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح، يقول: نفث روح القدس في روعي، جبريل عليه السلام ألقى وأوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، أن نفسا، أي نفس يعني منفوسة، بشر، حيوانات، دواب، حشرات، أن نفسا لن تموت، لن، هذه أداة النفي هذه العظيمة، لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. الرزق هذا ما فيه، فالسعي إلى تحصيل الرزق بالأمر الحرام هذا لا يحصل الرزق إن لم يكن له مقدرا من الله، وإن حصل فإنه يحصل له بطريق حرام والعياذ بالله، يحصل له بطريق حرام. مما يروى، وقد ذكرنا هذه ربما في بعض الدروس الماضية، مما يروى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أبو السبطين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج الزهراء رضي الله تعالى عنها، جاء إلى بعض مساجد الكوفة، فلما جاء إلى المسجد وهو راكب على فرسه كان الوقت وقت صلاة الظهر، فأراد أن يتوضأ ومعه فرسه، ماذا يريد أن يصنع بها؟ فوجد رجلا واقفا فطلب منه أن يمسك بزمام الفرس حتى يتوضأ ويعود إليه، فذهب وتوضأ. هذا الرجل لعب الشيطان في رأسه فأخذ لجام الفرس وتركها بدون لجام، وذهب إلى السوق فباعه وانصرف. فلما جاء أمير المؤمنين وجد الفرس بدون لجام، فذهب إلى السوق ليشتري لها لجاما، فوجد اللجام في السوق نفسه فاشتراه 3 دراهم، وقال: أنا كنت أنوي أن أعطيه 3 دراهم بالحلال لكنه استعجل فأخذها بالحرام والعياذ بالله. يعني الإنسان يا إخوة، الرزق محسوم مقسوم، وهذه مسألة الآن تدور بين الناس كثيرا، تسمع في المجالس: فلان هذا متعلم، فلان فاهم، كل زملائه ما شاء الله بنوا مساكن وتوظفوا في وظائف، هو ما توظف، مسكين والله. تحسرون، تتحسر على ماذا؟ هذا قدر الله سبحانه وتعالى، هذه أقدار الله، وهي أقدار الله سبحانه وتعالى كلها حكمة. لماذا يعطي الله سبحانه وتعالى هذا ويمنع هذا؟ لماذا يعطي الله هذا كثيرا ويعطي هذا قليلا؟ لحكمة يعلمها سبحانه، ربما لو أعطى هذا كثيرا فسد حاله،
وربما لو بقي هذا لو بقي على ما هو عليه وصلح حاله سيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوه ويلتجئ إليه فيكثر عمله الصالح وترتفع درجته عند الله. لكن الناس لا، يعني يعترضون على، يعني تسمع منهم ما يدلك على الاعتراض على أقدار الله. كيف هذا؟ هذا أحسن من هذا، هذا أعلم منه، هذا أرفع منه، هذا أفضل منه، هذا هذا هذا، لماذا هذا ولماذا هذا؟ هذه أقدار الله، هذه أقدار الله، يجب أن نسعى إلى رزقنا. هذا لا يعني القعود، لكن الإنسان يسعى ويكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إن حصل له شيء حصل بقدر الله وأجر هو على سعيه، وإن لم يحصل له شيء فإن الله سبحانه وتعالى قد قدر له ذلك. فهذا فعل المرأة هذه لا يغير من أقدار الله سبحانه وتعالى، هي تسعى لهذا لتكون لتنكح من هذا الرجل أو لتكون هي المستبدة بالحياة معه فلا تشركها امرأة أخرى، لكن هذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى. باب في كراهية الطلاق. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا معروف عن محارب رحمهم الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. حدثنا كثير بن عبيد أخبرنا محمد بن خالد عن معروف بن واصل عن محارب بن دثار رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. هذه الأحاديث مسألة بهذا اللفظ فيها ضعف، ولكن هذا المعنى ملحوظ في الشريعة. الشريعة تقصد إلى استقرار الزواج وإلى استمراره، ولهذا الزواج المؤقت حرام لأنه تلاعب. الزواج المقصود منه الاستدامة، الاستدامة. فالشريعة حرصت على هذا العقد لأنه هو أساس الحياة، أساس الحياة الاجتماعية وتكون الأسر وتكاثر الناس. فأي أمر يؤدي إلى الإخلال بهذه العلاقة أو قطعها مبغض إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة معروفة مقررة في الشريعة حتى ولو لم ترد بها هذه الأدلة، أمر مبغض، يعني ليس محرماً على الرجل إذا رأى موجباً من موجبات الطلاق أن يطلق المرأة، لكن هذا الأمر ليس هو الأمر المستحب في الشريعة، أمر مستكره. إذا كان هذا الأمر حلالاً للإنسان أن يطلق في بعض الأحوال فهو أمر غير محبوب في شريعة الله سبحانه وتعالى، لأنه يؤدي إلى قطع العصمة، إلى هدم البيوت، إلى قطع العلاقات. إذا تزوج الرجل وطلق، هذا الطلاق سيؤثر على أقرباء هذه المرأة وعلى علاقتهم بزوجها وعلى علاقتهم بأهل زوجها، وربما تثور فتن وربما تحدث مشكلات، وربما يحصل بسبب الأولاد أيضاً قطيعة ومنازعات، كل هذا بسبب الطلاق. إذن الطلاق يجب على المسلمين أن يسدوا جميع منافذه وأن يحرصوا على التقليل منه. ولهذا نجد في الشريعة المطهرة أن الشريعة في حال الشقاق بين الزوجين، حصول النشوز والاختلاف، جعلت مراحل عديدة للحل، النصح والوعظ والإرشاد والهجر وتحكيم الحكمين، كل هذا من باب الإبقاء على هذه العلاقة. فابعثوا حكم آخر الأمور، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا هو الأمر المطلوب، ولولا حرص الشريعة على الإبقاء على هذه العلاقة
لما وجدت هذه الأحكام لكان بإمكان الإنسان أن يتزوج وأن يطلق في أي وقت، لكن الشريعة جعلت للطلاق أسلوبا معينا، مراحل عديدة، ولا يطلقها في طهر جامعها فيه. لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته في طهر قد أصابها فيه. كل هذه الأمور من باب تضييق منافذ الطلاق. الآن في هذا الزمن ربما كثرت حوادث الطلاق، والإحصائيات التي تنشرها الجهات العدلية والجهات المعنية عن أعداد الطلاق ونسبه شيء مفزع، شيء مفزع، أعداد كبيرة جدا، ربما في بعض الأحيان نصف أعداد عقود النكاح تتحول في النهاية في أقرب فرصة إلى طلاق. لكن على الناس أن يسعوا إلى بحث هذه المسألة ووضع الحلول المناسبة لها. وربما كان من أعظم الأسباب هو ضعف تقدير النتائج وعدم معرفة طبيعة الحياة الزوجية وما ينبغي لها لمن أراد أن يقدم على الزواج. الآن تطور الزمن وأصبح من يقدم على الزواج في عدد من البلدان، بل في أكثر البلدان، لا بد له أن يقدم فحصا طبيا له وللمرأة حتى يضمن سلامتهما من الأمراض الخطيرة. لكن الإلزام بتعرف طبيعة الحياة الزوجية وما يجب لها وما ينبغي ما زال إلى الآن ضعيفا. ربما تمارسه بعض الجمعيات الخيرية، بعض الجهات، جهات النفع العام، لكنه ما زال إلى الآن لا يفتقر إلى وجوب الإلزام به، أن يكون هذا ملزما كالفحص الطبي. لأن كثيرا من هؤلاء الشباب الذين نشأوا في الأجواء المعاصرة وفي أجواء الترف ولم يتعودوا على تحمل المسؤولية، ليس أسهل عنده من أن ينهي العلاقة الزوجية، وليس أسهل عند البنت من أنها تطلب العودة إلى بيت أهلها والطلاق والفراق. لكن يجب أن يدرب هؤلاء المقدمون على هذه المتطلبات وعلى هذه الواجبات وعلى هذه الآداب وعلى هذه الأخلاق، أن الزواج له شروط، له آداب، له أحكام، ما ينبغي أن يفرط فيها. وأننا نزوج الأسر القادرة تزوج أبناءها، يزوج ابنه، ولا مانع أنه بعد شهر وربما في ليلة الزواج يطلقها. يعني هذا عبث، يجب أن ينظر إليه نظرة جادة حكيمة. ولهذا هذه الأحاديث ومنهج الشريعة يدل على كراهية هذا الأمر لما يترتب عليه من مخاطر عظيمة. باب في طلاق السنة. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع رحمهم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس ذلك العدة، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن. من الأسباب التي ربما تكون تدفع الزوج إلى الطلاق أنه في بعض الأحيان قد يشتهي الاستمتاع بزوجه فيجدها حائضة، يجد المرأة في حال الحيض فلا يستطيع قربانها، فتأنف نفسه منها فيطلقها. لذلك الشريعة نهت عن هذا الأمر، لأن هذا الأمر
قد تكون له أسباب غير حكيمة غير معقولة، لكنه لو تريث حتى تطهر، فإذا طهرت من الحيض ربما يتغير رأيه، سيجد أن الاستمتاع بها مباحا ممكنا فيتغير رأيه وتهدأ نفسه. أما إذا كان قد اتخذ قراره بأن ينهي هذه العصمة فإنها إذا طهرت من الحيض ولم يقبل عليها هذا دليل على عدم رغبته فيها، فهنا يكون الطلاق. هذا الحديث سببه ما هو؟ له سبب هذا الحديث. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته حال الحيض وهي حائض، فجاء أبوه عمر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، قال له إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض. عمر لا يدري ما هو الحكم، لكنه أراد أن يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له النبي عليه السلام؟ قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، يعني الحيض الطهر الذي بعد الحيض الثاني هذا هو المكان المسموح فيه في الشريعة بالتطليق لمن كانت تحيض، لمن كانت من ذوات الحيض، لأنه كما قلنا هنا يتبين أن الرجل راغب فيها أو غير راغب فيها. لكن إن كانت في حال الحيض أو كان في حال الطهر الذي أصابها فيه فالطلاق هنا ليس طلاقا موافقا للسنة، مخالف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر رضي الله تعالى عنه أن يأمر ابنه أن يراجع زوجته وأن يتبع الترتيب الذي ذكره النبي عليه السلام. قال النبي عليه السلام فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. هذا هو المنهج. طيب، هذه الطلقة التي حصلت من الزوج حال الحيض هل تحسب أو لا تحسب؟ العلماء يقولون الطلاق طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني يعني هو ما كان في طهر لم يجامعها فيه، فإذا طلقها وقع الطلاق. لكن الطلاق البدعي يكون في حالين، في حال أن تكون المرأة حائضا أو أن تكون المرأة طاهرا وأصابها، يعني جامعها زوجها في هذا الطهر. طيب، هل تقع هذه الطلقة أو لا تقع؟ هذا خلاف بين العلماء، لكن العلماء الذين يقولون بوقوع الطلاق هذا مع حرمته، كثير من الأفعال محرمة في الشريعة لكنها إذا وقعت تحتسب وتترتب عليها نتائجها، يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها. والرجعة متى تكون؟ تكون بعد الطلاق، الرجعة تكون بعد الطلاق. فلذلك النبي عليه السلام أمره بمراجعتها، ثم بعد ذلك يعني إذا مضت المدة وحاضت وطهرت إن شاء أمسكها وإن أراد عزم على الزواج فلا يصبها، ثم يطلقها في تلك الحال. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث عن نافع رحمهم الله أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقه، بمعنى حديث مالك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. نعم، هذا تأكيد لما تقدم
هذه رواية بلفظ آخر ولكن ورد فيها وهي حامل. إذا كانت حاملا فالحامل عدتها وضع الحمل. نعم. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عنبسة أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى ذكره. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أخبرني يونس بن جبير رحمهم الله أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال كم طلقت امرأتك فقال واحدة. حدثنا القعنبي أخبرنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنه سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض هل تعرف ابن عمر؟ قلت نعم. قال فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مره فليراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها. قال قلت فيعتد بها قال قلت فيعتد بها قال فمه أرأيت أن عمر قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. قال أبو داود وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك. قال أبو داود وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري والأحاديث كلها
على خلاف ما قال أبو الزبير. نعم، هذه الأحاديث كلها التي وردت في باب الطلاق، بيان الطلاق السني والطلاق البدعي، مدارها على القصة التي حصلت لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الذي مر في هذه الأحاديث فيما قرأه القارئ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره عمر رضي الله تعالى عنه بالقصة تغيظ، يعني غضب النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا لله، الأمر الذي يغضب النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الصنيع. الأمر الآخر هو ما ذكر من اضطراب الروايات في احتساب هذه الطلقة. بعض هذه الروايات تذكر أن الرجل الذي طلق امرأته سأل ابن عمر فأجابه ابن عمر بما حصل له من تطليق امرأته ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبيه عمر رضي الله تعالى عنه مره فليراجعها إلى آخر الحديث. ولكن الرجل سأله أيعتد بها، يعني هل تحتسب من نصاب الطلاق 3 طليقات، هل تكون هذه واحدة منها أو لا تكون؟ فابن عمر في هذه الرواية يقول فمه، يؤكد له أن هذه محتسبة، نعم هذه طلقة، هذه طلقة. لكن فيما ذكر بعد ذلك أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ردها عليه ولم يرها شيئا، يعني ما احتسبها طلقة، ما احتسبها طلقة. وهذا هو مدار الخلاف بين العلماء، هل تحتسب الطلقة في الطلاق البدعي أو لا تحتسب؟ فالذين قالوا بأنها تحتسب أخذوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، وقالوا إن الرجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، وبقول ابن عمر فمه، يعني أنه احتسبها. والذين قالوا إنها لا تحتسب أخذوا بما يروى عن ابن عمر في الروايات الأخرى، وأولوا قوله فليراجعها، مره فليراجعها، بأن المقصود أن يعود إليها من غير بيان لما حكم الطلاق. على كل حال، المعمول به الآن في أكثر، المفتى به الآن في أكثر بلدان العالم الإسلامي أن مثل هذا الطلاق لا يقع إذا وقع في الحيض، أن الطلاق البدعي لا يقع. وعلى كل حال، ربما لهذه الفتوى مستند مؤيد من الشرع، لأن عصمة النكاح إذا دارت بين البقاء وبين القطع فيرجح الإبقاء، لأن أدلة الشريعة كلها تسعى للإبقاء على عصمة النكاح. نعم. باب في الرجل يراجع ولا يشهد. حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشكي، عن يزيد الرشكي عن مطرف بن عبد الله رحمهم الله أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عن الرجل، يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. نعم، يعني هذا الأمر يتعلق بالرجعة ولا يتعلق بقضية الطلاق. هذا رجل طلق امرأته ثم راجعها وأصابها من غير أن يشهد لا على الطلاق ولا على الرجعة. فلما ذكر هذا للصحابي رضي الله تعالى عنه قال له طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. لماذا؟ لأن هذا الأمر قد تترتب عليه
أمور كثيرة لا تحمد عقباها. الرجل يطلق وبعض الناس يطلق ولا يرعى حق الله سبحانه وتعالى، لا يهمه، المهم أن يعود إلى المرأة ويستمتع بها، وتجده يطلق 20 مرة ويقول ما طلق. فالإشهاد مطلوب. نعم، الله سبحانه وتعالى أمر بالإشهاد في البيع، قال وأشهدوا إذا تبايعتم، ولكن الحقوق كلها تحتاج أيضا، البيع حق من الحقوق لكن الحقوق الأخرى تحتاج إلى إشهاد، ولذلك عقد النكاح يحتاج إلى إشهاد. ها؟ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فعقد النكاح يحتاج إلى إشهاد. ولما كان عقد النكاح يحتاج إلى إشهاد، كذلك الخروج من هذا العقد يحتاج إلى إشهاد. فإذا طلق فالسنة له ماذا؟ أن يشهد على هذا الطلاق. والآن الإثبات في المحاكم الشرعية يقوم مقام الإشهاد، أن يذهب إلى القاضي ويقول بأنه طلق امرأته، فالقاضي يثبت هذا بناء على قوله هو، بعد أن يتأكد من أنه إنسان سوي وأنه إنسان مكلف عقله حاضر وليس هناك ما يمنعه من الإقرار هذا. كذلك الرجعة، وأمر الرجعة ربما كان أعظم من أمر الطلاق، أن الطلاق قد يعلم أنه طلقها، لكن الرجعة لا بد لها السنة الإشهاد عليها، أن يشهد على هذه الرجعة، يقول بأنني راجعت امرأتي فلانة. طبعا الرجعة لا تكون إلا في العدة قبل انقضاء العدة، والمطلقات يقول الله تبارك وتعالى يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هل القرء هو الطهر أو الحيض؟ يعني المهم أنه في خلال هذه المدة لا بد أن تقع الرجعة. إذا وقعت الرجعة بعد مضي القروء الأقراء 3 فهي في غير محلها، وتكون الزوجة بانت منه بينونة صغرى. إذا أراد أن يعود إليها واتفق فلا بد من عقد ومهر جديد، ويحسب عليه ما مضى من الطلقات. فلا بد من الإشهاد على هذه الرجعة. لكن الرجعة بماذا تحصل؟ تحصل بالقول، بالكتابة، وتحصل عند كثير من العلماء بالفيئة. ما معنى الفيئة؟ يعني بالرجوع إلى الاستمتاع بها. إذا وطئها هذا دليل على رغبته في مراجعتها، رغبته في مراجعتها. فهذا الرجل أصاب امرأته لكنه لم يشهد على ذلك، لا على الطلاق ولا على الرجعة. فيعني قال له الصحابي الذي استفتاه، قال إنك يعني لم تصب السنة لا في الطلاق ولا في الرجعة ولا في الرجعة. فالإشهاد مطلوب في مثل هذه الأحوال قطعا للنزاع، وإظهارا للحق، ودرءا للشبه، ومنعا للأقاويل، حتى لا يقال هذه امرأة مطلقة وكيف يعني عاد إليها. لا بد أن يتبين الناس أن هذا زوجها وأنه راجعها في المدة التي تمكن فيها الرجعة. نتوقف هنا لأن معنا بعض الأسئلة. هذا الأخ الحقيقة كتب سؤالا طويلا، يعني ما استطعت أن أصل إلى المقصود منه. يقول تقدمنا بخطبة ابنة أحد أقاربنا لابننا وسألنا عنها، فأخبرتنا إحدى الأخوات أنهم أصحاب أسلوب غير طيبة، ونصحتنا بعدم الزواج منهم. بعد ذلك ابتعدنا عنهم ولم تتم الخطوبة. بعد رفضنا من خطوبة البنت، هل هذه الحالة بالمرأة التي أخبرتنا أهل البنت غير طيبين، حتى هل تعد، يعني يقول هل تعد هذه المرأة من أصحاب التخبيب؟ إنما الأعمال بالنيات. إذا كانت هذه ممن استشير في إذا استشرتموها وسألتموها فأخبرتكم بما تعلم، هذا ليس من التخبيب، بل هذا غاية النصح الذي يجب، وهذا من المواطن
التي استثناها العلماء من قضية الغيبة. الغيبة تجوز في مثل هذا الموطن أن تذكر معايب الإنسان في حال إقدامه على الزواج إذا سئلت عنه، لا بد أن تخبر بما تعلمه عنه، لأن هذا من الأمانة، هذه أمانة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما استشارته الصحابية فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، طلقت من زوجها، فلما طلقت وانتهت عدتها خطبها 3 نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم تقدموا لخطبتها، فلم تستطع هي أن تصل إلى رأي، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله تقول: يا رسول الله، تقدم لخطبتي أبو جهم، معروف هذا من الصحابة، ومعاوية بن أبي سفيان، وأسامة بن زيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وفي بعض الروايات ضراب للنساء. هذا أمر يعني بلا شك أنه يعني لو كان في الأحوال العادية لكان من الغيبة، لكنه في مثل هذه المسألة حال الاستشارة في النكاح يجب التصريح بكل ما يعلمه الإنسان من هذه العيوب التي يحتاج إلى معرفتها أهل المنكوح. قال: وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير ما عنده شيء، يعني هذا ليس عيبا فيه، لكن يعني المرأة تحتاج إلى من ينفق عليها، من يكرمها، من يلبي حاجاتها. معاوية صعلوك، انكحي أسامة بن زيد، كان أصغرهم سنا، انكحي أسامة بن زيد. فتزوجت أسامة بمشورة النبي عليه السلام، تقول: فرأيت منه خيرا كثيرا، جعل الله في ذلك خيرا كثيرا. أي نعم، فهذا ليس من التخبيب. إذا كانت هذه المرأة صاحبتكم، هذه سألتموها فأخبرتكم، فهذا ليس من التخبيب، لكنها إن كانت بادرت هي من نفسها هذا من التخبيب. يقول: والدي رأى في منامه أن ثعبانا يأكل يده، وبعد أن قام من نومه أصبحت يده تؤلمه ألما شديدا لا يستطيع تحريكها أبدا، فهل يذهب إلى الراقي الشرعي؟ هنا عندنا أمران. أولا، هذه الأحلام ليست حقائق، يعني الإنسان الحلم هذا الذي يراه الإنسان ليس حقيقة. رأى ثعبانا، ما علاقة هذا الثعبان الذي رأى بيده؟ ها، هل وجد فيها يعني عضة ثعبان؟ ما وجد فيها عضة ثعبان، ربما نام على يده، ربما حصل التواء له، ربما من الأمور المعتادة التي تحصل للناس. الأمر الثاني قضية الرقية، الرقية مشروعة في كل ما يصيب الإنسان من الآلام ومن الحسد ومن غيره ومن السحر، الرقية مشروعة، لا مانع من أن يرقى هذا، لكن لا علاقة بين هذه وبين عضة وبين ما رآه من عضة الثعبان في منامه. يقول: هل هناك حد في إبداء زينة المرأة بين بنات جنسها؟ نعم، العورة لا يجوز لها أن تبديها، ويقولون: عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل. ما هي الأجزاء التي لا يجوز أن يراها الرجل من الرجل؟ عورة الرجل لا يجوز أن يراها الرجل حتى، والمرأة كذلك، لكن زيادة الانكشاف هذا في بدنها، في كذا، الملابس التي تثير كذا، ينبغي أن تكون هذه يعني في دائرة ضيقة، أن تكون هذه في دائرة الزوج أو في دائرة النساء التي لا يخشى من الافتتان بهن ولا أن ينقلن هذه الأخبار. وقد مر معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن تصف المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، يقول: والله رأيت كذا فلانة، ما شاء الله، يعني صدرها ونهودها وطولها وعرضها ولونها وما أدري إيش وكذا، فيقع في نفس الزوج ما يحركه إلى الاتصال بها، وربما عن طريق الحرام. يقول: كيف يتعامل مع امرأة تستجيب لأسباب التخبيب؟ ينصحها ويذكرها بالله سبحانه وتعالى.
يقول: ما المقصود بقوله قول الصحابي لم تصب السنة في إرجاع الزوجة بعد أن طلقت؟ هل المقصود أنه شرط في الإرجاع أم واجب أم سنة؟ لا، هو هنا ليس بواجب، لكنه أمر مستحب مؤكد عليه حتى تندرئ الفتن وقالة السوء. لكن هنا ما يستطيع أحد أن يقول بأنه إذا راجع زوجه، الرجل طلق امرأته ثم راجعها ووطئها، أن يقال له فعلت حراما أو هذا سفاح. لا، لكن المفترض أن يكون ذلك في النور كما يقولون، أن يكون ذلك على بينة، أن يشهد على ذلك، حتى لا يستطيع أحد بعد ذلك من أهل الإفساد أو من أهل الأقاويل أن يشوه سمعة هذا الرجل أو هذه المرأة. كثير من الإخوة يسألون عن موضوع العمرة عن الغير، هل الاعتمار عن الغير؟ الاعتمار عن الغير جائز بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يلبي ويقول: لبيك اللهم عن شبرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شبرمة هذا؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ما في شيء يمنع من هذا. كذلك الرجل الذي سأل النبي عليه السلام وقال: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن ولا الركوب على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. فهذه كلها لا مانع منها، لا مانع من أن يعتمر الإنسان أو أن يحج عن قريبه أو صديقه أو نحو ذلك. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله وخير خلقه سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله. اللهم أنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما تحبه وترضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك واخذل المشركين، وانصر عبادك المجاهدين وعبادك المستضعفين والمشردين والمظلومين والمضطهدين في مشارق الأرض والمغاربها، إنك على كل شيء قدير.